اخر حاجه معايا صفحه الوطن الرياضي وطن سبورت، وبتتكلم على عمار حمدي احد اللعيبه المعاره في طلائع الجيش، وكان تلقى عرض كده من تركيا، بس بالتاكيد عروض غير جاده، عروض ممكن يكون ليها اهداف مش هتفرق كتير في النهايه. انت عمار حمدي لاعب الجهاز الفني اكيد هيكون عنده احتياج ليه بعد نهايه فتره الاعاره استعدادا للموسم الجديد. الاهلي على فكره عنده ذخيره حيه جيده جدا، لعيبه معاره في صفوف انديه الدوري، لو رجعتها مع صفقه او اثنين هيكون عندك تيم قوي ان شاء الله، وباذن الله الفتره الجايه هتكون في حاجات تسعد الجماهير وتدعم الصفوف، بس كل في توقيته استعدادا للفتره القادمه. دي كانت اخر حاجه النهارده معانا في